موضوع إعادة هيكلة القطاع العام بصفة عامة على مستوى الشركات أو الوحدات الإدارية العامة موضوع شائك جدا، وفيما يخص الشركات المملوكة للدولة معالجتها نوعا ما يعني مش صعب للأمانة، لأن معش عندنا هذيك الهياكل اللي هي الكبيرة. يعني نوعا ما الشركات لما نقارن الشركات الحكومية في الثمانينات والتسعينات والآن معش عندنا إلا فكرة الشركات القابضة أسست، فمثلا نلقى معظم الشركات دخلت شركات القابضة الاتصالات، القابضة للطيران، مؤسسة الاستثمار، الإجماع فالهيكلية الماء، فنوعا ما نوعا ما يعني معالجة هيكلية الشركات المملوكة للدولة ما فيش مشكلة، وممكن جدا لو كان في إرادة سياسية وفيه رؤية، في ناس عندهم حلول لهذا الموضوع وحوكمتها طيب ودمج. توحيد الوزارات على سبيل المثال سيد رافع. لا، هو موضوع مهم جدا، موضوع جدا، وهو مربوط المظلة السياسية والمصالحة الوطنية، هذه هي المهمة. هذه المشكلة، أن معظم النخب الليبية يربطوا في الموضوع السياسي بالسلطة. الموضوع السياسي أصلا بعده ثروة مش سلطة. 90% من الشعب الليبي يحكي على الثروة، يمكن أقل من 3-4% يحكوا على السلطة، والمشكلة أنهم هم يبوا ياخذونا للسلطة. ولكن الإشكالية في المصالحة السلطة تجيب الوطنية، ثروة في ليبيا سيد رافع. إيه ما هو المشكلة، أنك أنت لما السلطة تجيب ثروة معناها أنت حتقعد في دائرة النخب التي تتصارع على السلطة وتدير الثروة لصالحها. صحيح. لكن أنت لو كانك اشتغلت المظلة السياسية بمفهوم المحافظات، وأكبر مشروع، أكبر مشروع يمكن ينجح الحكومة هذه، أن هي تحط اللبنة الأساسية لإلغاء المركزية. لأن إلى الآن من 10 سنوات ما فيش أي حكومة وضعت هذه الرؤية صح نهائيا، صح وهذا أكبر تحدي. والمشكلة أن الحكومة تخش في تفاصيل وتستدعي ناس من مناطق أو أقاليم أو محافظات وتجيبهم للسلطة فوق، وعندما يهبط يصلوا غادي صوتهم ينسوا ناسهم. لا، ويقول لك خلاص أنا سيطرت على الموقف، يظهروا لك ناس أخرى من مناطق ويديروا لك مشكلة. فأنت تجي تلقى روحك داخل في لأنك أنت ما حلتش أصل الموضوع. أصل الموضوع أنك أنت يجب أنك أنت تتفرغ بالكامل لها. نتفق معاكم على ضيوف الآخرين بأن مفروض على السيد عبد الحميد يدير ثورة إدارية في بالضبط ليبيا لم تحدث من 70 عام ولا 60 عام. بالضبط، أنا هذا هو الصح، هذا هو الصح. هو لو كان يشتغل على الموضوع هذا حيحقق المصالحة الوطنية، وحيحقق يعني موضوع ينتقل الموضوع من فكرة توزيع الثروة إلى عملية توظيف الثروة بشكل أفقي على كامل أرض التراب الليبية. ممتاز.